خالد عن السالمية، مبروك إقالة محمد إبراهيم. رابعا محمد المشعان، ولا ما كنت تبي الدكتور محمد؟ لا، أول شيء مدرب شيل لا ترد، ترى أنت بالنهاية مدرب على قولتهم محترف. صحيح. يوم تكون موجود بنتائجك الإيجابية راح تكون موجود، نتائجك السلبية ما راح تكون موجود، هذا أمر طبيعي. وحتى لو انتقدناك بالأمر الفني، فأنت بالنهاية تتم محمد إبراهيم صاحب الإنجازات، وهذا ما في عليه خلاف. اليوم يمكن انا عندي مع محمد المشعان، يمكن محمد المشعان ايضا مدربين لكفاء، ولكن التحفظ وين عندي انا صراحه؟ التحفظ ان انت محمد المشعان قبل محمد ما يمسك كابتن محمد ابراهيم القياده كنت ماسك مسكين محمد المشعان. نعم. ايضا محمد المشعان ما كان متوافق مع نادي السالميه واقلته. بالتالي اليوم لما تيبه يعني هو سلاح ذو حدين. انا اتمنى صراحه ان كابتن محمد المشعان يقدم مستوى مع السالميه ويفوز بالثلاث مباريات ونتاهل. ولكن احنا كطموح سلماويه مو طموحنا ان احنا بس نتاهل، فريق عنده العناصر وعنده المحترفين وانه ينافس اصلا حتى على البطوله. طموحنا بالقدام ان احنا نحصل على البطولات، وليس طموحنا ان انا اجيب محمد المشعان على اساس انه يتعدى هذه الخطوه. اتمنى وانا من كل قلب انه يتوفق كابتن محمد المشعان ويطلع الساميه من هالمازق. ولكن بامانه احنا كسلماويه نطمح ان ناخذ بطولات.